معاناة معلمية التربية الفنية ما تنتهي ولا وجدت حل إلى الآن. على حد قول المعلمين سنوات من الانتظار مضت وما حصلوا على مبتغاهم، كما يؤكد معلمية التربية الفنية بالجوف أن لهم أكثر من 14 سنة لم يتم نقلهم داخل الجوف. أوضح المعلمين بأنهم يعملون كل هذه السنوات بالقرب من الجوف ب 200 كيلو، وأن بعض المعلمين لهم أكثر من 14 سنة ما تم نقلهم، وناشدت أو ناشد المعلمين إيصال معاناتهم ورفع الظلم الواقع عليهم وفتح ملفاتهم أمام المسؤولين في الوزارة لينصفوهم. منطبر جل معي واحد من المعلمين، أكيد أنه يرفض الحديث عن اسمه وأنه نقول وش اسمه، فأنا شاكر لك، حياك الله أستاذي. السلام عليكم. حياك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يطول لي عمرك. بشرني وضعكم شلون من 14 سنة ما في نقل، ما في تحركات، ما في شيء؟ والله يا شيخ أنت تتحدث عن غربة كبيرة. أي. يعني معلمين شيوخ الغربة معلمين التربية الفنية. ليه وش اللي صاير؟ لكن الحمد لله أنا عندي كلام، يعني الحمد لله ما هي حلقة ولا حلقتين، يعني غربة كبيرة. أنا أشكرك أستاذي على هذا البرنامج السامي الذي يفتخر فيه كل سعودي ويحمل هم الوطن والمواطن، وأشكر كل من دعم هذه القضية. حياكم. ألا وهي معاناة التربية الفنية بالجوف في النقل الخارجي. يعانون الأمرين في كل حركة لا يحصل لهم الرغبات المطلوبة من الرغبة الأولى أو الثانية. إيه؟ مع العلم أن الواحد منهم أكثر من 13 سنة، هذا الأغلب، وفي زملاء لهم أكثر من 18 سنة و20 سنة ولم يتحقق لهم الرغبة الأولى. كم عددكم ولأخوك؟ ها؟ كم عددكم ولأخوك؟ والله تقريبا ما شاء الله واجد كثير اللي طالبين النقل الخارجي، يعني ممكن فوق ال20 فوق ال30. طيب والوزاره ورا ما شافت حل هالموضوع ترفعون لها شيء؟ والله كل سنه احنا كل سنه معلمين التربيه الفنيه نقدم النقل الخارجي كل سنه. ايه كل سنه ولا يجيكم اي رد؟ يجينا. انا العام، انا اكلمك عن نفسي، العام كان رقمي 15 للجوف. ايه زاد رقمين وصلنا 17 سنه فوق الغربه اللي احنا متحملينها، لكن الحمد لله الامل في الله، ثم في برنامجكم المبارك هذا. احنا بس وانا اخوك يعني نرفع الصوت معكم ونرفع القضيه للوزاره. الوزاره عاد وش تاخذ وش تخلي، والله مو بيدي، لكن اللي بيدي انا اني اقول لك تعال شرفني، وانا والله عارف انك انت ما تبي تذكر اسمك لانه يعني تقول يمكن الوزاره تضرك، لكن الوزاره ان شاء الله ما هي بلم هالامور ان شاء الله. انا استاذ معلم الفنيه. أيه؟ له مثل ما لغيره من صحيح. نقص التخصص في المدرسه بالطبع، انا هنا نقص التخصص في التربيه الفنيه يكملها اي مدرس، وانا اكمل ماده ثانيه. لا، انا نطالب نقص التخصص يدرسها معلم فنيه، اذا ما لم يوجد يطلب معلم فنيه متخصص صحيح فيها. صحيح. يعني هل يعقل 14 سنه وانا اسد العجز انا معلم التربيه الفنيه خارج ولم يحدث الاستقرار لي بالنقل الخارج وما مثل التخصص؟ تزوجت ولا باقي؟ ها؟ متزوج؟ لا بشرك الحمد لله، ثلاث اولاد وثلاث بنات. وي وعيالك وينهم الان بما انك انت والله عيالي عندهم السواق يودي. الله يعينك. اللهم لك الحمد. ولكن الامل في الله ثم في قائد مسيرتنا الملك سلمان حفظه الله ورعاه، وولي عهده الامير محمد بن سلمان، وسعاده الدكتور أحمد العيسى في حل معوقات النقل لهم، والشكر لله ثم لك يا أستاذ على هذا البرنامج، برنامج الرافد. الله يحفظكم. وحنا حنا حنا بس ننقل هالصوت، والوزارة إن شاء الله ما هي مقصرة، والله يكون بعونكم ويخلي لك عيالك إن شاء الله، وتفرح إنك تكون قريب منهم إن شاء الله. يعطيك العافية. أنا شاكر لك يا أستاذي. ويسدد خطاك. الله يجزاك خير، شكرا لك.